تحية الجزائر. والله على ما أقول شهيد. تحية الجزائر. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. هوجيناكم من فلسطين قسما بالنازلة الماحقات والدماء الزاكية الطاهرات والبلود اللامعة الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه، اخباركم ايه، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. بتوحشوني من فيديو لفيديو ومن يوم ليوم ومن ثانية لثانية، ودايما في بالي ودايما في قلبي ودايما بفتكركم بالخير، عشان انتوا فعلا دايما واقفين معايا ودايما بتشجعوني ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجيلي في التعليقات منكم. انا بجد فخور بكل واحد جزائري وممتن لكل واحد جزائري وعلى دماغي كل واحد جزائري. والحقيقة يا جماعة ان ده مش غريب على شعب الجزائر العظيم ومش غريب عليكم، انتوا بجد دايما بتقفوا مع الناس ودايما بتشجعوا الناس ودايما اي حد محتاجكم واي حد بيقول كلمة حق فعلا بتشجعوه وبتقفوا جنبه. انا دوت مش مستغربوا فيكوا عشان فعلا انتوا دايما طول عمركم كده. والحقيقه يا جماعه بلد الجزائر بلد عظيمه جدا وبلد رائعه جدا، وهي ولا بكلامي ولا بكلام غيري ومهما نقعد نتكلم عنها مش هنوفي حقها ولا هنخلص ولا هيكفينا كلام، عشان هي فعلا تستاهل كده واحسن من كده. وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا. تحية كبيرة سيداتي سادتي لوفد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عيد استقلالها وعيد شبابها. تحية الجزائر. ويستقبل فيما يلي وفد المملكة المغربية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدات والسادة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الأسرة الرياضية والوفود المشاركة، الأسرة الإعلامية، الجمهور الجزائري العظيم والجمهور العربي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السعادة والسرور والشرف أن أشرف باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح هذا العرس الرياضي العربي الكبير، وأن أرحب ترحيبا حارا بأشقائنا الأعزاء الذين توافدوا إلى بلدهم الثاني الجزائر. وما أدراك ما الجزائر، للمشاركة مع إخوانهم وأشقائهم في منافسات الدورة 15 للألعاب العربية. بعد جغرافي واختلاف ثقافي واندماج في القضية وحب الأوطان جمعهما المليون شهيد، قلبان في جسد واحد، العلمان يرفرفان سويا في الوقت الذي سقطت فيه معظم الأعلام. الجزائر بلد المليون شهيد، الشق التوأم لفلسطين، والقلب البعيد القريب النابض المخلص للأرض المقدسة. فلسطين والجزائر علاقة لا يمكن تجاهلها أو المرور عليها دون الوقوف عندها. إنه ذلك الحب الوثيق الذي وصل لحد راق في منظومة عشق الأوطان. مجموعة من المثقفين والكتاب والنشطاء الجزائريين يضربون عن الطعام تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين على استمرارهم في إضرابهم عن الطعام حتى يحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مطالبهم. ويبدو السؤال الأكثر إلحاحا حول سر هذه العلاقة الحميمية بين الشعبين الطيبين في فلسطين والجزائر. هذا هو ما يطلق عليه كيمياء الارتباط. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة اثنين، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا الفيديو اللي بيتكلم عن الجزائر وعن عظمة الجزائر وعن روعة الجزائر، أنا بجد مش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بشعب الجزائر الطيب، ومش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بشعب الجزائر العظيم، ومش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بلد عربية بلد مسلمين زي الجزائر. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ولو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم. Thank you.